حكومة معناها عندها كفاءات كبيرة ياسر. كتونسي كان معناها عشت الحكومات السابقة وعشت بعد حكومة بورقيبة. تكون هذه الحكومة بقدرة الله باش تخرجنا من الأزمة اللي فيها تونس توا بقيادة سي المهدي جمعة، وإن شاء الله نراو منها كان الخير. طونكي نجيبوا عباد ونهزوا عباد ماناش باش نبدلوا حتى شيء، يلزم المنظومة والبروسيدور اللي يتبدل باش نجموا نعملوا حاجه. قانون الحكومه الجديده تكون في مستوى اللحظه وتعاود ترجع التعيينات اللي صارت في الدوله، وحسب خريطة الطريق اللي جات على اساسها، وبالطبيعه التنميه والجهات الداخليه والحوم الشعبيه المحرومه باش يزيدونا برشا في الماكلة وفي اللبس وفي الحوايج، وباش نخليو تونس ونهزو ان شاء الله. لا ما حد شاي معنا ان شاء الله يشوفونا حل. ولا ان شاء الله يشوفونا حكايه بيها ما نعرفهم عندهم ما يعملوا، كلها تلوج على الكرياسي وعلى الفلوس يا ربي معاهم. انا مانيش مقتنعه بك حتى شيء باللي يعملوا فيه الكل، و ان شاء الله جاي خير وكا هو واحد شي يجم يقول باش يمشي يهجم البلاد وباش يخرج من البلاد ومش من نو. كمواطن تونسي حكومة جديدة ما عطيتنا شيء وما شفنا شيء وما رينا منها شيء. كان الحاكم يقلق فينا حتى باش تخدم باش تنصب باش تعمل اي حكاية ما يثماش خلاص، يحبوا العبد يسرق والمذا بيهم العباد الكل تتسرق فهمت، وحد ما يخدم على روحه وحد ما يصور حتى حكاية، وماذا بيه اي واحد يهم عياله معناه فهمت. بالنسبة ما شفنا منها حتى شيء، من هي الاول بالنسبه لي ما مانيش موافق عليها الجمله وما حسيتش بها من اصلا. حسنوا الوضع شويه سيرتو نظر للمستوى تحسين ظروف العيش المعيشه. انتظارات كل مواطن تونسي باعتبار كونه الحكومه هذه لا تنتمي سياسيا الى اي توجه سياسي، ثم كونه حسب اللي ما افرزته خريطه الطريق كونه حكومه تكنوقراط وعلى ما يبدو كونهم في هذا الاتجاه، تبقى الاهم يظهر لي بالنسبه لي انا كونه نعطيوهم مزيد من الوقت، معناها نبعد الحكومه هذه نبعدوها على كل ما هو تجاذبات سياسيه، نعطيوها اكثر وقت باش تنجم الى حد ما معناها الانتظارات نتاع الشعب التونسي تحققها وتعطيها وتجسد اللي كل ما هو معناها الاشياء اللي قالها رئيس الحكومه في المجلس التاسيسي. الحكومه الجديده ان شاء الله مبروك على تونس الكل، ان شاء الله متفائلين بها خير، ان شاء الله تخدم تونس وكلهم هم ابناء الوطن واش يخدموا الوطن، ما عندهمش خلفيات ما عندهمش المشاكل نتاع الاحزاب وكذا، ان شاء الله هم مكرسين وقتها باش يخدموا البلاد. البلاد في حاجه ليها وفي حاجه الناس اللي يخدموها، الشيء نوصيهم عليه يقوموا بالواجب ويطبقوا القانون، خاطر فما برشا تجاوزات من المواطن ومن عده اطراف، كي يطبقوا القانون بحولها تكون الامور على احسن ما يرام، وربي يعاونهم واحنا معاهم ان شاء الله. وقت الحاضر يلزمها توا تنقص الجرافات على التصاميمات في البلاد، والناس تخدم على رواحها والشعب يخدم على روحه، خاطر ما نكذبش عليك الشعب ياسر ولا يحب النوم، الحكومه ما تعمل شيء مع غير الشعب ما يخدمش على روحه. انا نلاحظ فيه تو الناس ما عادش تخدم مره في كل شيء، ياخذوا حتى ديجا ناخذوا في الخدم وما ثمش يعني اليد العامله مش موجوده مش مفقوده في تونس، وان شاء الله المرحله تعدى بخير وتجي الانتخابات باش الناس تفهم رواح، والحكومه ما سته وعام وعامين ما تعمل حتى شيء، يلزمها بيريود بخمس سنين وقت تحكم على الحكومه شنو توا ما تنجمش تحكم عليها برشا. الله يربي يوفقهم فهمتني، يوفق تونس الكل والشعب التونسي الكل فهمت، ان شاء الله فهمتني في الفتره الانتقاليه هذه توصل الانتخابات وتولي الامور واضحه للمستثمرين الاجانب ودور العجله الاقتصاديه، وذاك شنو نحبوا عليه احنا الشعب التونسي يحب يخدم على روحه ويحب يتطور البلاد لاكثر اقل ان شاء الله نترجوا منها الخير. انا يظل لي هذايا جمعه شو اسمه هو؟ مهدي جمعه. سي مهدي جمعه من ضحكته من وجهه بشوش، ربي يقدر الخير وان شاء الله ربي يسهل لنا في الخدمه لوليداتنا، هذا اش طالبين من ربي؟ انا اكثر في حالتي مراه مريضه نخدم على عائله، امي في تركينه وولدي بطال. ان شاء الله يبدا شبعان. ان شاء الله يبدا شبعان وقرايته بالحق تجيب توصلنا الحاجه وكا هو ما يطلعش قريب الفارق كي برشا توانسه.